السلام عليكم، كيف معكم زيرو تو؟ فيديو جديد ان شاء الله، ان شاء الله تكونوا ملاح. شكرا على الدعم الاسطوري اللي راكم تدعموا لي فيه، وقربنا ل 1500 مشترك، يعطيكم الساعه اخوتي. مالي كيف اليوم عندنا ضيف شرف، ضيف شرف تقريبا كامل اللي راكم تتبعوا فيه تعرفوه، جزائري مواطن صالح وموهوب، وهو جوجل دي زاد. مرحبا بخويا جوجل. مرحبا يا زيرو، مرحبا يا أيها المتابعون. بليز، اعملوا اشتراكا في قناة زيرو تي في، ويجب عليكم أن نلحقه إلى المليون، ليس بعيد عنا، فنحن جزائريون يا شباب. والله كما قال لكم خونا جوجل دي زاد. المهم ليكي بنديروا فيديو مع خونا جوجل دي زاد ان شاء الله، وان شاء الله تمتعوا معنا في الفيديو، ولا تنسوا اللايك والاشتراك على القناة، تفعلوا الجرس، والقناة تاع جوجل خونا يستاهل دعم، ولا غير يستاهل دعم اخواتي. تلقوه في الرابط تاع الوصف اللي تحتها، اول رابط تلقوه، نكتب لكم قناة جوجل نقطتين، تلقى القناة تاعو، ديروا له لايك واشتراك على القناة، وتتفرجوا الفيديوهات وتشبع ضحك. انا من قبل وانا نتفرج فيه خويا العزيز. المهم والله تسلموا يا حبيبي. الله يسلمك يا كابتن. وش ندير ديو سكواد؟ والله مانيش محترفين للدرجة هذه. والله أنا بوت أحب اللوت وأريد أن أموت. هو ها هو هي ها. يا حيا هاي معلش ندير ديو سكواد ونموت مع بعضنا البعض. مساء البطيخ، هيا في جيم إلى المريخ. هيا في جيم إلى المريخ. لا سيب قهوتي يا جوجل، اصبر جيبه. واو البينك 900 يا ودي. يا جوجل يهديك ربي، البينك راه 300، ماذا نفعل؟ لا اعلم يا صديقي، والله مش بيدي. بيدك انت جوجل، يعني قادر بكلمة واحدة تحبطنا بينك، يهديك ربي. انفصالات الجزائر والكل يتألم. والكل يتألم. يا حليل يا حليل، والله انا حاسس ان راح ننجلد من اول جيم على فكرة، من اول نزلة يعني. سنموت بعد قليل يا لا تقلق يا صديقي، فانا والله بوت. وانا اكثر منك بقليل. لا انا اشاهد فيديوهاتك، انك اسطورة او من يهذا. يا حي يا حي، والله شوف جوجل يمدح فيا، تسمى خلاص انا وصلت انا. مستمعينا مستمعاتنا الكرام، مرحبا بكم على نشرة أخبار ثامنة. ميدان كبير مدينة كوزينا، موقع بوتاجي الذي أدى لموت 20 كرلو في 50 ذبانة 260 مسلم. مال الآن السيد بوجاران زعيم الطيران والسيدة بطا التي أتتنا بصحتها إلى المحطة في انطلاقة. إن شاء الله نوصل بسلام على فكرة. سنصل بعد قليل لا تقلق يا صديقي. والله انا قلق جدا يا هذا. البينج راه يتمشى خطوتين وياي. لاج كبير عندي يا ويلي. تيمون امامنا يا ويلنا لنا، مش لك فقط. يا سامير يهديك ربي. والله انا في حائط اجري فقط. يا ويلي لقد نزلت متصفحا.
لقد تطبق زيرو، يا ويلي. نقز. لاي لاي. سنموت بعد قليل. قول متنا مشي، سنموت بعد قليل. قولوا متنا يا لنتنا. هاي تخلطت. والله لا غطت جغلطت. لقد هرب اخو صابرينا. احكم اخو صابرينا. فن شد. لقد عيبته يا ويلتي. لقد قتلوني اني كنت ناس ملاحا ابيع التفاحة. وان بينك. والبي اس اس يرمي كل الزنجبيل. الخطة بي هروب. اتعلم ان الهروب جزء من الرجولة. سيتحدث السنايبر بعد قليل. وداعا الاول. وداعا الثاني. وداعا الثالث. ولاد وداعا لي ناتو. يا سمير. لقد بلحت حبة جميلة. يا ويل لي هو ها هو ها. يا نموت غايك فاهم. يا حي علي يا ودي. يا ودي. يا زيرو أتعرف أحمد البدي. تعلقني والله. أتعرف أحمد البدي؟ أكيد من لا يعرفه يا ودي. اذهب اذهب من هنا. أتعرف مقولته الشهيرة؟ سوق مطوك يا ودي. درايف يور موتو. ليست هذا. أتعرف ماذا يقولون عنه وماذا يقول لنفسه؟ ماذا؟ لا أعلم. أو أعلم. يقول نعم. لو كان العالم ضدي. قل له ريح ودي. لا ليست هكذا. يقول لو كان العالم كله ضدي فسوف أبقى أحمد البدي أعشق التحدي. هذه تصلح بينا الجملة هذه يا حي. يلا ريد يا جوجل نزيدو جيم. أتريد سماع صوت أحمد البدي حاليا؟ أنا عم أريده أكيد. اسكت علي يا ودي. اسكت اسكت يا خيرات ربي بعد سمحني. يا حي يا حي والله. اوه كملنا البدي. اخطانا من جوجل يهديك ربي. ودي اسكت راك مقمط خيرات ربي بعد سمحني. لا العيب ودي. اوه هذا العيب. لا هذا لا العيب هذا ودي. قول لي اسمع. ودي او شاوني جاوني بوتات. جاوني بوتات. قول ايه. جاوني بوتات العافي سمحتني. ايه خيرات ربي بعض زباين لا باس بيهم بعض. والله هم دارونا. جاوني قال لي احمد البدي. قالوا قال لي احمد البدي قال لي بعض سمحتني. قال لي راني نشتيك بعض. قلت له ايه خيرات ربي بعض. ايه بعد قال لي جيني قال لي نلعبوا ببجي. قلت له ايه مش مشكلة. قلت له بعد قال لي كاين واحد يوتيوبر بعد سمحتني. ايه قال لي اسمه زيرو بعد. قلت له لا راح نبعثه ان شاء الله نديرو بعد سمحتني. ايه درنا جيم كيف كيف بعد حتى مع جوجل ماتوا كيف كيف بعد. والله ماتوا كل كلب. ايه اريد سماع صوت مونانوك يا صديقي. انا عم اريد يا ودي سيبتو رام ديال باز مونانوك في الفيلم الاخر. الو السلام عليكم يا عوجي. يا بلاد شبابك اش دير كام راني نلعب مع الزيرو راه هنا. درتو بوتشي مطا ما غايا راه كام يا صاحبي انجليزي بغيت انا عربيه عجبناها غايه وكل شيء من ولينا في العاد الصوالح امر راه كام وليد لي قلت له لا يا بطل اكام اللي له خدمه مهره. قلت لك وتعرف المجتمع اللي زدت فيه. انا ليزا الجيري يا رحيم. راك فاهم احنا ليزا الجيري. بلا بلا زيرو دير اشتراع. قول له دير اشتراع. تسمع اشتراع يا رحيم.
دير اشتراك يا هيا هيا دير اشتراك على ستيم بوك دير اشتراك يا يا حي علي حبة واحدة صعب يلا يا حبة واحدة أتريد سماع صوت مفتش طاهر؟ من هو؟ إنه سبكتور طاهر معروف شخصية على الجزائر. أنت معك لسبكتور طاهر بس كلب لي زفيرة تنتع سريكة تنتع كتيلة أنت كيف تزن في مكة؟ هذا يحب بس أنت حنزير واحد الجيم أنت يهب الله ودي اني خايف عش منه هكت ولي يدير صوت زيرو يهديك ربي يا زمير اسمع يو زيرو كيف حالك؟ والله الحمد لله تمام شلونك؟ لا تقلق يا صديقي أنا لا أستطيع فقد تقليدك الحمد لله أنا الأصل والباقي تقليد لأنك أصل يا صديق قتلتني بهذه هذه قتلتني يا أخوي لأنك الأصل ووجهك بصل القصف القصف وقوت فيك يحصل لا يحصل الحمد لله الحمد لله نزال قباني يا اخويا امشي بلاني مزار القباني راك يعني زين الداني داني يا اخي الفرناطوطي القرماطيط الزملاحيطي اي مونا نوك ديرو جيم ولا دير ريد يهديك ربي المتابعون يريدون ان يراك يروك تجلو ديو أو يجلدوك مثلك والله أنا يا صديقي بوت بوت يحب البوتات والله حبة لك المهم ما تنسوش عليكي بالشاركوا في القناة تاعه طفل والله حبة مش نورمال على احنا موبايل ببجي موبايل لايت ناقص النيفو تاع ادعموا بعضكم عليكي البينك ما تسبقمش يا ودي اسمع البينكا يهديك ربي يا ولدي ريق روحك ولدي يلا اسمع هبط ولدي هبط يهديك ربي بعد اسمع لا العيب ودي اسمع اقعد كيما راك ماجيني ماجيك محمي ايه ريحة ودي ريحة بس برا ما حبش يهديه ربي ياوي فرصي في الرف يزيا يزيا هبط البينكا هبط يهديه ربي يا ولدي يخرج من حوش يا ودي خرج من بورتابلي يا ودي يخرج يا حي يا حي علي يا ودي يا حي علي جيبوا البياري وزيد ساحقه ما كانش خامسه يا بوتفليقه جوجل ماكش مداير ميساجور انت نزلك تغني فيها جاء الشتاء وجاء الرياح وهيليك هوا عدي جاءت هموم قويه هيليك هوا عدي بصح قبيل تيم واحد دار لنا الوسم وفي الوسم وزعما كون يهبطوا زوج تيمات ولا والله لا اسمعك جيدا قلت لك قبيل زوج قبيل تيم واحد داروا لنا الوسم وفي الوسم وش رايك كون يديروا لنا زوج تيمات دروك ولا ثلاث والله سوف يفشلقوننا بعد قليل ولا تقلقوا يا حي يا حي يا حي يا حي يا حي عليا صح احسن حاجه انه البينك طالع على خطر عنا شغل عنا سبك فاهم متسبو غايك فاهم يا جاي سب براك جاتنا طونوبيل غادي نتمشاون نتمشاون ميل او دا البلوط راني نقصر معاهم برك يزير جتام يوجد أي كآم أين هو يا ودي؟ هو هنا يا صديقي أنا جاي طاير لا يوجد فلاير والله نزال قباني يا هويا يا هويا يا خويا يا خويا يا ودهك أبويا تعال هنا خذ كآم عطي تالي عاريا يهديك ربي شكرا تعال لبسها استرى
ولي ولي يا ويلي لقد جاءنا موت. والله احسن حاجة البوت، وما كنت قلت تحس روك درت حاجة في الدنيا. لا تقلق يا زيرو، فأنا محتفر. ضد البوتات. أنا محتفر، أنا لاعب محتفر لدى البوتات. ايوه والله حتى انا كنت نوب ضد البوتات ما احترفت شوية كفاية. توت، أين أنت أيها البوت؟ عندك عشان يدير الفخ ويديك للأعداء. والله لقد عدت إليك يا زيرو. خاف على روحك يا صديقي. I need a mag. لماذا أقاتل روحي؟ لا تخاطر لا تخاطر، سوف نخاطر معا ويديرون الوسم والوسم نموت معا. ايوه سنكون نسمون حنا بعدفح. يا حي جليتش سكوب سيس ما حبش يهبط، وش ندير لها؟ انزحه وثم ركبها، لا تقلق فهو هكذا عادته. والله من قبيلنا ننزع وندير في ما كانش، خليه كاش ما يهديه ربي مع الوقت. اوه بوت. Enemy down. لقد قضيت فؤادية. لقد هبلت عليه بسكارلين جيد. هيد شوت، تحس روك هاكر. ليست قناة سفر المستقبل. عم يلعبوا بلاس دوز يا ودي. حق اعطينا كلمة يا جوجل مصطفى للناس يا مصطفى. اللي تلعب بلاس دوز. والله أصدقاء المعشرة والأربجي، أقول عليكم جي جي، سوف تخرجون عطلة يعني كونجي، ونبقى نسبح في ليبرونجي. عندنا نزال قباني واحنا مش عارفين يا حي. البين جراوند نزال قباني ومشي بالعالم. معناها كان شفت حاجة غريبة غير ما تقول ليش. والله لدي بيكو 900. ما عندي 300، معناها اني غاير. لقد لبست حشيشة، سوف اصبح تركي واكمبر. عادي راي هواية تكمبير مش عيب. هل تراني يا زيرو حاليا؟ اقسم بالله ماني اشوفك. الرقم 2 برك باين. والله لقد اصبحت سلقا يا صديقي. الخبي صورة الجزائر عليك اللعنة. سمعت واحد. اسف والله انه لاقى. ها بوت مكون سيل هنا. يا ويلي لديك اتهام ليك مسج. شغل اليوتيوبر فاهم انه مليح. شو غاير ما جيم قوي دايشين غاير. باقي باقي يضرب ولك ملاقي. لا انا استطيع الضرب. نقص والله اكثر من واحد. كفو. لماذا تلعب في الاس 12 يا صديقي؟ قرص ابن المعلم الزلافي اتهزم يا رجاله. لقد قتلني ب 124 يا ويلني. شفت البينج عليك كيف شفت البينج بس ما بط من تاكسي والله رعيب علينا. يا حي يا حي. يا جوجل ربحنا جيدا. ربحنا غاية كفاهم.
نهايا لازم اصفقني نهايا ضربني مو شي مطعم ما فهمت والو انا اسمع لا لا هذا شغل فيديو تعريفي تاع الثنائي الخطير الزيرو وجوجل دي زاد برك شغل لو بينك طالع الايامات هذه اليوم درنا فيديو تاع تعريف وتاع باللي رانا مانيش محترفين باش من بعد كي نموتوا شغل جينا نورمال نموتوا عادي ومنو هاك نور نديروا كي يهبط البينك نديروا فيديوهات قويه ان شاء الله ان شاء الله هذا فيديو تعريفي اننا منحرفون وليس محترفون احسنت احسنت قولا وفعلا والله غير اللي زوم انت مهم ليكيب والله تسلم يا صديقي ان شاء الله تكونوا تمتعتوا معنا في الفيديو مع اخونا جوجل ديزاد ومنه هاك راح تشوفوا بزاف الفيديوهات تاوعي وما تنسوش الاشتراك في القناه تاعو راهي في الوصف ليكيب لازمكم تدعموه شحال عندك مشترك جوجل ديزاد والله لدي 91 مشترك اوكي ليكيب على وجهي لحقوا 150 شوف غنحط الفيديو بالحد ماذا بيا بالاثنين توصلوه ل 150 مشترك على جالي اللي يعني اللي يتفرج فيديو ديريكت يحبس الفيديو راح يشترك في القناه تاعي يلقاه في الوصف تحت ليكيب باسكو راح نولوا الثنائي الخطير راك فاهم منهم ليه ويولي الاحتراف وفي بزاف يا المغاربه راك فاهم ايه راك فاهم المهم ليكيب فيديو خفيف هذاك يا بدر بينغ ان شاء الله نديروا فيديو قوي وتهلاو لي في روحكم نحبكم بزاف كان معكم زيرو تو جوجل دي زد بيس